شائك جدا، الموضوع مش سهل. احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة يعني بندعي ربنا ان احنا بس ما نخشش على مرحلة ايطاليا، لان ايطاليا دلوقتي الناس كلها بتعاني منها، فيها معاناة كبيرة وفيها معاناة جديدة، الناس الموضوع خرج عن السيطرة، فاحنا مش عايزين في مصر الموضوع يبقى يوصل للمرحلة دي. الموضوع بساطة جديدة جدا، يعني تقعد في بيتك بس. يعني طبعا احنا مقدرين الناس اللي شغالة باليومية، لكن في النهاية هي الحياة والموت، ان انت عايش ان شاء الله لما ربنا يشيل الغمة دي، يعني الامور كنت تدبر، وبعدين الرزق بيد ربنا سبحانه وتعالى. فالناس محتاجة تهتم شوية بالموضوع فعلا فعلا، ملهاش حل الا القعد في البيت. الدول الكتيرة شفناها الدنيا بايظة معاها، ايطاليا نفسها مش دولة مثلا قليلة، مستوى في الطب والخدمات الطبية عالي جدا، لكن الناس خلاص المرض تفشي او الوباء تفشي. فكتر ان احنا فكرة ان احنا دايما نبقى بنضحك وبنهزر وبنقلش وبننزل وبنروح بنيجي مبيهمناش والدنيا حلوة والدنيا كويسة، لا الموضوع فعلا بدأ يزيد. خطورة الفيروس ده انه اصلا يبقى جوه جسمك 14 يوم انت مش حاسس بيه، خلال 14 يوم دول بقى شوف انت قابلت كم واحد من اصحابك من قرايبك من اهلك من اي حد حتى في الشارع. بعد وقت قليل بتلاقي الارقام بتتضاعف، وده اللي حصل في ايطاليا. بعد ما كانوا بادئين مثلا ب 20 ف 200 فالافات، دلوقتي وصلوا حوالي 56,000. فبالله عليكم يا جماعه اقعد في بيتك، ما تخرجش الا للضروره، وانت بس واهتم بموضوع التعقيم والنظافه، ده مهم جدا، وربنا يحفظ بلدنا ويحفظ كل المصريين والعالم كله يعني. لكن في مشكلة تانية برضو لازم الناس تاخد بالها منها، ما تعولش على الحكومة، حكومات الدول الكبيرة أصلا الموضوع مش قادرين يسيطر عليه، طبعا باستثناء الصين اللي نجحت في دلع الناس استخدمت القوة في موضوع الحجر الصحي. يعني اللي كان بيخرج كنا بنشوف المناظر بتبقى عاملة ازاي على الانترنت، وكنا بنشوف بيتعاملوا ازاي مع اللي بيخالف حظر التجوال. ده بالنسبة لهم جاسوس عدو. فرجاء يعني الناس ما تحاولش على حد، توكل على ربنا وقعدوا في بيوتكم، وان شاء الله ان شاء الله يعني الازمه دي تعدي على خير، ورمضان يجي علينا ان شاء الله ونبقى كلنا كويسين، ونعرف نروح للجوامع تاني ونصلي. يعني موضوع الصلاه والمساجد، الجوامع اتقفلت، يعني هي في النهايه الجوامع اتقفلت، ما فيش اكتر من كده يعني دور العباده والمساجد والكنائس اتقفلت، فخلاص بقى سيب تقعد في بيتك، يعني انت مش احسن من الكلام ده كله. فرجاء الناس تلتزم، وإن شاء الله ربنا يرفع الغمة عننا وعن بلدنا.